مخالفة رمية السبعة أمتار. ومين غيره؟ ومين غيره راح يكون على التنفيذ؟ هذا مسرح بيكون نجم كبير، نجم كبير اسمه رمية السبعة أمتار. النجم أحمد الأحمر على التنفيذ، نسب نجاح عالية جدا. أحمد الأحمر إذا عم بينجح بالتسجيل، برافو لأحمد الأحمر لاعب المنتخب المصري. قلت لاعب أرقام قياسية، عنده أرقام أيضا لأنه اليوم عم بيطمح طبعا بهالبطولة. لكن خلينا نشاهد الأحمر شو رح يعمل في رمية سبعة أمتار. في رمية سبعة أمتار ودقيقتين إيقاف. عبدي ما زال هذا اللاعب صاحب العشرين سنة أو صاحب التسعتاشر سنة، محتاج لخبرة. نعم محتاج لخبرة، وإن كان بادئ المباراة بطريقة ممتازة ارتكب المخالفة. رمية سبعة أمتار بدون تردد. حتى هشام بودرالي في هذه الألفية الجديدة، هشام بودرالي اللي كان اختير ليكون أفضل وأكثر لاعب جزائري، وهنا أحمد الأحمر أفضل لاعب في كرة اليد المصرية، في تاريخ كرة اليد المصرية. عندما نتحدث عن تاريخ كرة اليد المصرية نتحدث عن كرة سهير فيصل. يلعب على وينزل على الدائرة، يلعب بالدائرة اثنين على طول. المصري يعمل هجوم خاطف، تروح للأحمر ويحرز أحمد الأحمر. أحمد الأحمر الأبيض الذهبي، الأحمر الناري، أحمد الأحمر. المصري عايز يلعب الكرة الأحمر، يقدر يعدي الأحمر، عدى بمهارة ينهي العبارة. رقم الأبيض أحمد الذهبي، الأحمر الناري، أحمد الأحمر. يرجع للأحمر، عدى كويس الأحمر، ويصوب أحمد الأحمر، ويصوب الأبيض الذهبي، الأحمر الناري، أحمد الأحمر. من سفيان كويس قوي، سفيان الصياد عملها كويس، المحترف في فرنسا استلم الكرة كويس قوي، يهوش ويصوب، ويصوب بقوة على شمال شوحو عبد الرحيم لاعب مصري على الأحمر المصري الأبيض الناري. 66 أحمد الأحمر، ما شاء الله عملها كويس قوي. موتشينجو ويحرز الأحمر، ويحرز الأبيض الذهبي الأحمد الناري الرمية الجزائية. يرجع تاني الأهداف، بودي يقطع من الجناح اليمين ممدوح، وتصويبة من الأبيض الذهبي الأحمر الناري. أنا موجود أفي بالوعود. مرة تانية يقطع من على الدائرة طه، بودي كرة من ألعاب الهوى، يا 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 لا لا لا، الأبيض الذهبي الأحمر الناري. جملة تكتيكية رائعة، هات أشول خد أفضل وهدف أجمل. الحكم لابد أن يرفع يده بشارة باللعب السلبي بالفعل، ولابد من التسديد. رائعة رائعة، أحمد الأحمر لم يتفطن أحد لتسديدة أحمد الأحمر، تسديدة من الثبات من تقريبا 10 أمتار. من غادة الدفاع الحكام يعني يساندون صاحب الأرض، هذه سليمة لبستش فيها رزمه. الهدف الثاني عشر أحمد الأحمر، أحمد الأحمر يسدد. يقول الحكم مراعبة أربع خطوات خمسة ماشي بالكرة. أوه هدف، هدف الرابع عشر أحمد الأحمر، يدون الهدف الرابع عشر له للمنتخب المصري. كانت محاولة من ماجد حمزة، لاعبو منتخب تونس يدركون جيدا انه التأهل والذهاب الى البرازيل دون تأشيرة يعني الامور سهلة، لكن المباراة فرصة كانت امام أسامة حسني لتعديل النتيجة، لكن احمد الاحمر يعيد الفارق الى هدفين. منتخب تونس يعطي الفرصة الان للمنتخب المصري انه يسترجع قواه المميزه، يسترجع الثقه من الدنمارك لما لا، لكن بطبيعه الحال بطوله افريقيه رائعه، لكن هكذا يبقى دائما التحكيم لما يتعلق الامر المجموعه وايضا المنتخب التشيلي. الهدف 21 مقابل 18.